أهلا بيكم. بمناسبة الفوز العظيم، تعالوا نشوف مع بعض الجملة دي ونتعلم منها إن شاء الله. L'Argentine chute face à l'Arabie Saoudite. Première grosse surprise du tournoi. L'Argentine chute face à l'Arabie Saoudite. Première grosse surprise du tournoi. ترجمت الجملة إنه الأرجنتين شوت يعني انهزمت أو سقطت. شوت فاس يعني انهزمت أمام أو سقطت أمام لغابي سعوديت يعني السعودية. طيب عندنا هنا الأرجنتين وعندنا لغابي سعوديت، عندنا بلدين. Première grosse surprise du tournoi، هي أول مفاجأة كبيرة في البطولة اللي هي بطولة كأس العالم 2022. Première grosse surprise. Surprise يعني مفاجأة. Grosse surprise هي وصف للمفاجأة، إن هي grosse مفاجأة عظيمة، مفاجأة كبيرة، وهي كمان أول مفاجأة في البطولة مع بدايتها. بس كده يا حلوين، أتمنى الفوز الدائم لكل فرقنا العربية، وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا بالجملة دي. أعملي لايك وأعملي سبسكرايب لو أنت أول مرة تشوفني، وشكرا، ميرسي أوي.